فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم. وقد حوته لفظة الشهادة فهي سبيل الفوز والسعادة. أي أن توحيد العمل أو توحيد العبادة هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهذه الكلمة هي طريق الفوز بسعادة الدنيا والآخرة. من قالها معتقدا معناها وكان عاملا بمقتضاها في القول والفعل ومات مؤمنا يبعث يوم الحشر ناج آمنا. قد دلت النصوص أن من قال هذه الكلمة عالما معناها مقرا به عاملا بما تقتضيه هذه الكلمة من التزام بعبادة الله وحده فإنه يبعث يوم القيامة آمنا من النار. فإن معناها الذي عليه دلت يقينا وهدت إليه أن ليس بالحق إله يعبد إلا الإله الوحيد المنفرد بالخلق والرزق وبالتدبير جل عن الشريك والنظير. معنى الإله المعبود، ومعنى لا إله إلا الله أي لا معبود بحق إلا الله تعالى، والذي هو الرب ذو الصفات التي تكلمنا عنها أنه منفرد بها كالخلق والرزق والتدبير، لا إله غيره ولا شريك له ولا مثيل له. فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم.